هل من السنة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عادة الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التثاؤب من الشيطان، وأن المتثاؤب يكتمه ما استطاع، وإن لم يستطع غطى فمه بيده. هذا الذي فرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من فتح فمه وإظهار صوته بالتثاؤب حتى إن بعضهم يسمع له صوت مزعج، هذا خطأ لا يجوز. وإذا كان في الصلاة يخشى أن يبتلها، إذا كان هذا الصوت في الصلاة يخشى أن يبتلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.